لمجريات هذه المباراة رأسية تبعد، استلام من بلازا كواتسي، محاولة اجتياز فرصة، تقدم كبير من جانب لاعبي نادي الخليج، محاولة ترسل هنا للاعب السريع عبد الله عيسى، عبد الله في منطقة الجزاء يصل لكورته وبالفعل بلازا كواتسي جول جول. يا لو من بدر، يا لو من بدر المضيء في ليلة الشعب، في ليلة الكمندوز، في ليلة الانتصار، في ليلة العودة لصفوف الكبار يا كمندوز، في ليلة التألق، في ليلة الرباعية، في ليلة نقول بها بأن الكمندوز آتٍ آتٍ. أقول لها وقد طارت شعاعاً من دور المحترفين ويحكي لا تهابي، لأن الكمندوز بالفعل هو من هذه المباراة آتي آتي بكل الأحوال. الآن نلعب على صادرة حكم اللقاء، الوقت الأصلي انتهى والوقت المحتسب بدل ضايع أيضا انتهى. مشاهدينا متابعينا في الوطن العربي الجميل، مشاهدي قناة الشارقة الرياضية، بالفعل هي لحظات